بعد مرور أكثر من 10 أشهر على بداية الولاية النيابية التي تمتد لخمس سنوات، سلم رؤساء الكتل النيابية مذكرة قانونية مشتركة لرئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بشأن وضعية 66 نائبا مهددين بفقدان مقاعدهم النيابية بسبب حالة التنافي أو تعارض المصالح لامتلاكهم شركات ومحال تجارية أو أنشطة اقتصادية يفرض القانون التنازل عنها خلال فترة نيابتهم. لا يمكن للسلطة الشرعية أنها لا تلتزم بطريقة أخرى بالنصوص الشرعية إجرائيا، بل بالعكس نحن نلتزم بتطبيق القانون، وعلى النائب أن يتفرغ للعهدة الشرعية طبقا لقوانين الجمهورية وطبقا للقوانين التي تنظم علاقته بالنشاط الوظيفي. وهناك إجراءات شكلية ومتعلقة في حالة ما إذا كان النائب أصر على مزالة هذا النشاط، كيف أنه يمكن مواجهته حتى ينطبق مع القانون أو يصبح في حالة استقالة حكمية ويصبح المنصب تاعه فارغ أو شاغل. عدد من النواب المعنيين باشروا بتسوية وضعيتهم القانونية، غير أن بعض الحالات يصعب حلها لارتباطهم بقروض بنكية أو مؤسسات أو أنشطة موجودة منذ عقود كالصيدليات ومكاتب التوثيق ومحطات الوقود. وفي ظل رفض رئاسة البرلمان قبول توكيلات لتسيير أنشطتهم، يرى برلمانيون بأن قانون التنافي لا يخدم المصلحة العامة ويحتاج لمراجعة أو تكييف حفاظا على مناصب الشغل مع ارتفاع معدلات البطالة. نمشي لتعديل هذا القانون وإنصاف هذه الشريحة من المنتخبين تاعنا من النواب تاعنا اللي راهم ممثلين الشعب. هذا النائب البرلماني عنده استثمارات، موجودين ناس مراح تقتات من عنده، موجودين عنده ناس موظفين، عنده ناس عمال، عنده أكيد هذا الشركة ولا هذا المتعامل الاقتصادي ولا هذا المستثمر في حد ذاته راح ناس بعده تضيع عندما يتخلى عن نشاط مزاولة النشاط تاعه. بحسب المادة 6 من القانون المحدد لحالات التنافي، يتعين على النائب الذي أثبتت عضويته التصريح خلال 30 يوما بالوظائف أو المهام أو الأنشطة التي يمارسها، وسبق للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أن عقدت في أكتوبر من العام الماضي اجتماعا لدراسة تصريحات النواب دون أن تعترض حينها على وجود حالات التنافي. يؤكد بعض نواب البرلمان بأن زملاؤهم الذين وقعوا في حالة التنافي هم في الغالبية أعضاء جدد افتقدوا للخبرة ووجدوا نفسهم في وضعية قانونية تجبرهم على الاختيار بين مقاعدهم النيابية ومشاريعهم واستثماراتهم خارج قبة المجلس الشعبي الوطني. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر.